السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم محمد ورجعت لكم مقطع جديد. جبت لكم موضوع مهم لازم الكل يشاهده حول لعبة MC 5 او ظلام الحرب، شو ما سموها. عندني خبر اني معكم، الاول زين والثاني مو زين، اسوته بالحالتين انت مستفاد وما راح تخسر شيء. الخبر الاول، ثغرات النسور لساتها شغالة، يعني ثغرة الشبكة اللي انا نزلت عليها شرح، وثغرة VPN هم نفس مال الرهان اللي نزل عليها مؤتمن اعتقد، وكثير من الثغرات اللي هي ثغرة VPN شلون تفتح الكاسة او هي شيء، لحد الان مشتغلة وما عليها اي باند او اي شيء. الشركة دزت الرسالة هاي يعني تحذير المن للتحديث الجاي. حلو، انا حاليا جربت الثغرة، قلت خلي اجربها، جربتها بحساب ضعيف، قلت كل شيء يصير خاف ينحضر حسابي، ما صار شيء. جربتها بحسابي، حسب هذا حسابي حولت 10 نسور من حساب اخوي لحسابي، ما صار اي شيء. وحاليا كثير من الشباب يستخدمون هاي الثغرة. فيا شباب اللي يعني اللي استفاد من هاي الثغرة، خلي يعني ما عنده نسور خلي يحاول يجمع قبل لا يجي التحديث، لان شنو الخبر الثاني، الشركة قالت بعد التحديث راح يجي هذا التحديث او الاسلحة العاشرة، او راح يضيفون اسلحة جديدة ودروع جديدة، يعني تحديث جدا ضخم. قالوا راح يحضرون شكو شخص العفو يستخدم ثغرات اللي هي VPN او نسور. فيا شباب اللي يستخدم هاي الثغرة، يعني اللي يخاف على حسابه خلي يتوقف عنها، بالتحديث راح يجي. ولهنا وصلت نهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك. كان معكم محمد وفي امان الله.